ولازم يكون معايا طبعا ابو دم خفيف جدا. من اول مره طلع يمثل في تياترو مصر راح واخد مني المايك وقعد يغني اسس منورني. ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. ينفع انور يسبقك ويغني هو يعمل اغنيه وانت لا؟ والله بصي يعني مش مهم مين اللي بدا، المهم مين اللي هيستمر. مين بقى اللي هيستمر؟ لا انا ولا هو يعني مستحيل. لا ان شاء الله. انا اصلا كنت يعني بحضر اغنيه من بدري بس يعني وقفت كذا مره لان في حاجه معينه كده عايز اعملها فمش عارف افضلها. فانور راح خاطف نفسه وراح عامل اغنيه بسرعه وراح منزلها. ده قاصد يسبقك. ده حقيقي. طب وانت هتسيب كده الموضوع عادي كده؟ مش هسيب. ما انا بقول لك بقى اللي يستمر مش اللي يستمر بقى. في ده في ماتش باين احسن منه بكتير يعني الحمد لله. ليه هو ليه كده؟ ليه عايزين تغنوا ليه؟ ما انتوا زي الفل وانتوا بتمثلوا ليه؟ حاجه بس عاد بنقعد في البيت هنعمل ايه؟ لازم نغني هنعمل ايه؟ الفانتوس؟ لا الفانتوس ده كان برنامج عشان الكوره والحاجات ديت.